الحجاب ستر البدن وستر مظاهر الزينة التي تكون على البدن عن الرجل الأجنبي. غزارة الحب تكون حجاباً على مستوى اللباس وحجاب النطق وحجاب السلوك العام. هذا المجتمع لابد أن يراجع هذه السياسة. حقيقة المرأة أنها تحب أن تبرز مفاتنها. أنا ما قاعد أقول أنه موجود زوج كأمير المؤمنين، لكن أقول في ناس هدفهم. ما هو فقه الأسرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الأسرة، عندما نتكلم عن فقه الأسرة فلا بد أن نعلم بأن هناك مجموعة من المسائل الشرعية التي تكفل الشارع الشريف بوضعها، على اعتبار أن الأسرة هي علاقة تتكون على ضوء الضوابط الشرعية. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ما بني في الإسلام بناء أفضل من التزويج. فإذا هي علاقة شرعية، فيتكفل الشارع بوضع حدودها وضوابطها من أولها، أي من مرحلة الخطبة إلى آخرها، سواء كان بالإنجاب أو بالوفاة أو بالطلاق لو اقتضى الحال ذلك. الشريعة تكفلت ببيان الأحكام المتعلقة بكل ما يتعلق بالعلاقة الزوجية والأسرية. ما هي أساسيات فقه الأسرة؟ وأما أساسات أو الأساسيات التي تقوم عليها العلاقة الأسرية فهي تنطلق من القواعد الفقهية الشرعية التي تكفل الشارع الشريف بوضعها لبيان حقوق كل طرف في الأسرة. فعندما يولد الإنسان طفلا في الأسرة تولد معه الحقوق، فما هي حقوقه كابن وما هي حقوق أمه وأبيه؟ وعندما يكبر فيتزوج تولد معه أيضا وتتواجد معه حقوق أخرى. هذه الحقوق هي عبارة عن الحقوق الزوجية، وعندما يبني فيوجد حق للجار وغير ذلك. فإذا الحقوق تتولد مع الأيام في إطار تلك الأسرة. نقول الأعراف والقواعد العرفية الموجودة والتي تختلف من مجتمع إلى مجتمع والتي لا تصطدم مع الدين أيضا لها مدخلية في طبيعة الأسس الأسرية. ما هي حدود العلاقات الأسرية؟ يولد الإنسان فتوجد علاقة بولادته فيكون ابنا، وهذا الابن له أخت أو له أخ وله جد وله جدة وله أم وله أب، وبولادة هذا الإنسان تتكون الحقوق. فإذا يجب أن نتساءل ما هي حدود العلاقة بينه وبين هؤلاء. الحدود تنطلق من ثلاث عناصر أساسية: المودة والمحبة والرحمة في إطار الأسرة. 2- مراعاة الحقوق، حقوق الأبوين، حقوق الأخوة وحقوق الأجداد أو غيرهم في أطر الأسرة. والعنصر الآخر عنصر تكليفي، وهو مسألة الإنفاق لو كان الإنفاق واجبا على هذا الإنسان. ما هو الحجاب وما هي حدوده في الأسرة والمجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحجاب ليس هو كما يفهم من أنه تلك الخرقة التي تغطي شعر المرأة. هذا الحجاب أقدر أتكلم عنه كطريق شرعي، يعني طريقة شرعية أنه حده من هذا المكان إلى هذا المكان، قصاص الشعر طرف الذقن وإلى آخره، اللباس المعين ما يحكي ما تحته وإلى آخره. لكن في حجاب نوعية أخرى يشترك فيه حتى الرجل مع المرأة، وهو الحجاب عن ارتكاب المعصية. فالحجاب هذا هو معناه، إذا كان هذا المعنى موجود في بالنا فهذا المعنى يشمل الرجل ويشمل المرأة، وإذا كان هذا المعنى موجود في بالنا فالمجتمع اللي يعيش على هذا المعنى مجتمع راح يكون بعيد عن الذنوب، والمجتمع اللي يكون بعيد عن الذنوب ممكن أنه بشكل كبير يصير أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب إلى أن يؤهل إلى نصرة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الحجاب، يعتبر الحجاب هو عبارة عن حجب وستر مظاهر الزينة عن الرجل الأجنبي، وعلى هذا الأساس ستر البدن وستر مظاهر الزينة التي تكون على البدن عن الرجل الأجنبي. وأما بين المحارم كالأب والأخ والخال والعم
وما لا يحل النكاح منهم فإنه يجوز أن تظهر الفتاة زينتها وأن تظهر جمالها، ولكن بشكل يكون بعيدا عن الريبة، بعيدا عن الإثارة. والحجاب له مستويات، فالحجاب تارة يكون حجابا على مستوى اللباس، فلا يجوز للمرأة أن تظهر مظاهر الزينة والجمال على بدنها وعلى لباسها انطلاقا من قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن. كما أن الحجاب الآخر هو حجاب النطق، وقد أشار القرآن إليه في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا الترقيق والتلطيف في الكلام خلافا للحجاب الشرعي. وأما الحجاب الآخر هو حجاب السلوك العام والذي ينبغي أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية بشكل عام. الزينة الموجودة في الحجاب هذه الأيام دليل على عدم فهم مفهوم الحجاب بالطريقة الصحيحة، فهذا الأمر ما راح يكون موجود بيننا أن الواحد يلبس اللباس اللي فيه زينة، اللباس اللي يلفت النظر. فالأمر أبعد من أنه أنا بس أغطي شعري، أبعد من أن أنا أغطي جسمي. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس لازم نراجع حقيقة كمجتمع، هذا المجتمع لابد أن يراجع هذه السياسة، سياسة الحجاب، ويفهم معنى الحجاب بصورة صحيحة. إذا فهم المجتمع مفهوم الحجاب بالطريقة الصحيحة كما يعني الآن بينا، راح يبتعد عن الأشكال والهيئات اللي تخلي، بالعكس بدل ما يكون هذا اللباس حاجب عن نظر الأجنبي يصير لا داعي إلى نظر الأجنبي، الأجنبي يحب يشوف هذه الألبسة. الأمر مو متعلق الآن في أنه يشوف الوجه فقط أو يشوف الشعر فقط أو يشوف الجسم فقط، لا، الآن أنت كأن لما تلبسين هذا اللباس كأن تقولين إلى الناس طالعوني شوفوني، دققوا النظر فيه، دققوا النظر في هذا المكان، شوفوا هذه التشكيلة شلون، شوفوا هذا اللون شلون، شوفوا هذا اللباس شلون. وهذا الأمر راح يضرب سهم في المجتمع، المجتمع مليء بالسهام، مو منتظرين الآن بعد هذا السهم الزايد. سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لما أن أخذوا أمير المؤمنين عليه السلام مكبل، أرادت أن تذهب وراءه، لكن هل نست حجابها؟ سيدة زينب عليها السلام لما خرجت إلى الإمام الحسين وهو أخوها وحبيبها وقرة عينها، خرجت لم تلتفت إلى حجابها، تكلمت في مجلس يزيد لم تلتفت إلى حجابها، لا، كان الحجاب موجود في كل حركتها. فالدعوة اللي ممكن نحن نسمعها من بعض الأخوات أنه يعيق الدراسة، يعيق العمل، يعيق، هذا الأمر مو صحيح، لأن عندنا أمثلة من السيدة زينب وحياة السيدة زينب وحياة السيدة الزهراء عليها السلام، وعندنا هم أمثلة عملية، كثير من النساء الموجودات في البلد وخارج البلد ممن التزموا بهذا اللباس بالحجاب حقيقة ومعنى، هؤلاء وصلوا إلى مراتب عالية، بعضهم سفراء بعضهم وزراء، ولا زالوا يلتزمون بحجابهم لأن المبدأ والمفهوم والقيمة هي اللي تحرك تعاملهم مع الحياة. ما هي المبادئ الأخلاقية للأسرة الفاطمية؟ من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تكون حاضرة في الأسرة والتي ينبغي أن تكون سياجا لقوتها وروابطها عدة أمور. الأمر الأول الاحترام المتبادل بين الأفراد، سواء كان أب أو ولدا أو زوج أو زوجة أو أخ أو أخت. والعنصر الثاني هو عبارة عن معرفة الحقوق والواجبات، ومعرفة الحقوق والواجبات عنصر أساسي في ضمان العلاقة الأسرية. العنصر الآخر الذي ينبغي أن يكون حاضرا هو عبارة عن غزارة الحب والعاطفة بين أفراد الأسرة الواحدة. العنصر الآخر أيضا الذي ينبغي يكون موجودا الحفاظ على الخصوصية، فالأسرة بما هي أسرة ينبغي أن تحافظ على خصوصية كل فرد من أفرادها، وكذلك ينبغي أن لا يوجد الظلم في حياة الفرد في إطار الأسرة، كما ينبغي أن يتسم أفراد الأسرة بالانضباط في الانفعالات، وإلا أدى ذلك إلى تفجير الوضع الأسري. وآخر نقطة التسامح بين أفراد الأسرة.
الأسرة الفاطمية هي الأسرة التي كل ما فيها مرتبط بالله سبحانه وتعالى، حركتها، سكنتها، كلامها، تربيتها، تعاملها، أفرادها مع بعضهم لله في الله سبحانه وتعالى، يطبقون الإسلام حرفا بحرف. هل هذه الأسرة موجودة أو لا؟ أنا أقول نعم موجودة، وممكن أن هي تكون موجودة. القضية هي أن نحن نقتنع بأن هذا ممكن أنه يكون موجود، أما أن إذا احنا اقتنعنا أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى خص به أهل البيت عليهم السلام، وهذا الأمر لن يتكرر أبدا مرة ثانية في غيرهم، هذه القناعة أصلا مثبط إلى أن احنا نوجد الأسرة الفاطمية. الأسرة الفاطمية التي كان الزوج فيها أمير المؤمنين، والزوجة فيها فاطمة الزهرة، والأبناء هم الحسن والحسين وسيدة زينب عليهم السلام. أنا ما أقدر، ما قاعد أقول أنه موجود زوج كأمير المؤمنين، وموجود زوجة كفاطمة، وموجود أبناء كهؤلاء كالحسن والحسين والسيدة زينب عليه السلام، لكن أقول في ناس هدفهم أن يخلون حياتهم أسرتهم مثل هدف هذه الأسرة، هذه هدفها أنه تصل لله سبحانه وتعالى بأي طريق كان. الأمر مرتبط بالله، الأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى، كل ما يحرك الأسرة في تعاملها مع بعضها لله. هذا غير ممكن إن يجي إلي شاب ويجي إلي شاب يكونون أسرة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، كل ما فيها لله في الله، ماكو موجود شيء آخر غير لله. أنت ممكن تقول إلي أن الآن موجود تحديات كثيرة يعني في الواقع، مغريات كثيرة في الحياة، هذه المغريات والتحديات مين موجود؟ أنا أقول إليك أنت ما قرأت التاريخ بصورة صحيحة، لأن هذه الأسرة عرضت عليها ما عرضت. قصة عقد فاطمة الزهرة ما سامعين به؟ قصة تلك السجادة التي جاء بها أمير المؤمنين كغنيمة حرب ما سامعين بها؟ لكن الجماعة هم متعلقين بهذه الأجواء، مو صايرة هذه الأجواء خسارتها مشكلة بالنسبة إليهم. أما الآن الموجود لا، مختلف، أنه خسارة شيء، كل شيء موجود متعلق في الدنيا يعتبر خسارة غير معوضة، وهذه المشكلة. لكن لما يكون الأمر ما دام هو لله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى ورضا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، فالأمر بيختلف كلش بشكل يعني كبير جدا. فهو الأمر أيها الشاب، أيتها الشاب، أيها الأسر الموجودة حقيقة، تعال أنت اتفق مع زوجتك، أنت تتفقي مع زوجك إنه يصير الحياة الزوجية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ما يرضي الله يكون موجود، ما لا يرضيه لا يكون موجود. يعني أتذكر السيد الإمام رضوان الله عليه، سيد الإمام لما تزوج قال إلى زوجته أنا عندي شرط واحد، أنا ما راح أمنعش من كل شيء أنت تريدينه، لكن الشرط الوحيد أن يكون في رضا الله سبحانه وتعالى. تعال شوف إلى هذه الأسرة، هذه الأسرة ما مثال واضح إلى أن تكون أسرة فاطمية، والأمر بهذه الطريقة. كيف يمكن غرس المبادئ الأخلاقية في الأسرة؟ لازم احنا نفهم أمر واضح جدا، أن الأبناء يرون الآباء على أنهم أفضل الموجود، أفضل الوجود. أنت تشوف الابن في البيت لما يجي يتحرك يريد يكون دائما مثل أبوه، إذا كان الأب يلبس لباس معين الابن يبي يلبس لباس مثله، إذا الأب يسوي حركة معينة الابن يبي يسوي هذه الحركة مثل الشيء. فتعالوا نستغل هذا الأمر، أنا أريد قيم معينة، قيم فاطمية، قيم علوية، قيم حسينية، قيم حسنية، قيم زينبية تكون موجودة في أسرتي. أنت لابد تكون علوي، أنت لابد تكون فاطمي، أنت لازم تكوني فاطمية، لازم تكونين زينبية، تكون حسيني، تكون حسني. حركاتك بعد ذلك راح يصير لها أثر على الأولاد. أنتم ما تشوفون مثلاً لما أنت في البيت تأخذ تربة تخليها على السجادة تقوم تصلي، يجي ابنك الصغير يأخذ تربة يخليها صوبك يريد يسوي مثلك. ويمكننا غرس المبادئ والقيم الأخلاقية في إطار الأسرة من خلال طريقتين أساسيتين، الأولى من خلال التعليم
فينبغي كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث، فالمبادرة لتعليم القيم والمبادئ عنصر أساسي، والعنصر الآخر من خلال القدوة والسلوك، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الزهراء عليها السلام تقوم تصلي صلاة الليل، هي لما قامت تصلي صلاة الليل جاءت بالإمام الحسن وخلت صوبها. الأمر هو ماذا؟ تريد تزرع فيه قيمة معينة أن صلاة الليل أمر مهم، هذا رقم واحد. فهو يتعلم عن طريق الفعل، learn by doing. فبهذه الطريقة أنت حاول أنك تزرع القيم. أما إذا لا، أنت جيت داخل البيت بدون ما تسلم، الولد بيتعلم أنه مو مهم أن أنا أدخل البيت أن أنا أسلم، بل مو ممكن، الأمر مو متعلق بس بالبيت، حتى لما يدخل الماتم، حتى لما يدخل على مجلس معين، على جماعة معينة، ما هو متعود يسلم، لأن أبوه ما يدخل يسلم البيت. هو هم كذلك نفس الطريقة، أنتين كزوجة، بنتش ما تعطي أهمية إلى اللباس، ما راح تعطي أهمية إلى المنظر، ما راح تعطي أهمية إلى طبعا اللباس بمعنى الفقهي، أنه الحاجز اللي فيه معنى الحجاب الحقيقي. أما إذا أنتين طالعة من البيت وحاطة مكياج، كأنش يقولين لبنتش حطي مكياج. أنتين إذا طالعة ولباس الشرعي بالطريقة، الحجاب مش مو بالطريقة الشرعية الصحيحة، كأن تقولين لبنتش نفس الطريقة. أو إذا جيتين قلتين لا بعدها صغيرة، بعدها صغيرة يعني شنو، هو من هو اللي يحدد سن التكليف؟ أنتين لو الله سبحانه وتعالى. فالأمر من هذه الناحية، ازرع القيمة عبر قيامك أنت بهذه القيمة. كيف يمكن أن نستفيد من سيرة الزهراء كبنت وأم ومعلمة ومربية؟ من عناصر الاستفادة من سيرة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام القدوة، فالاقتداء بها في مجالات متعددة. أولا الاقتداء بها كزوجة، وكانت نموذجا فريدا كزوجة نموذجية لعلي بن أبي طالب عليه السلام، والتي كانت تقول عند احتضارها: يا علي ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. ويمكننا أيضا أن نستفيد منها في موقع كونها بنتا، فهي البنت المثالية التي من شدة حبها لأبيها وعطفها ورأفتها على أبيها كانت تسمى بأم أبيها. كان الأعداء والمشركون يضربون النبي بالأحجار فتسيل دماؤه، فكانت فاطمة هي التي تضمد جراحه. وكذلك يمكننا أن نستلهم من دروس فاطمة أنها تكون في موقع القدوة، وتكون في موقع المعلمة والرسالية والمبلغة، فقد كانت النساء تأتي إليها في بيتها وكنا يسألنها وكانت تجيب، حتى أن بعض النساء يحجمن عن السؤال لأنهن أتعبن فاطمة من كثرة السؤال، فكانت تقول: اسألي فإن المجيب يعطى في الجنة بقدر ما أجاب من الدرجات، فكانت تحفز الآخرين على طلب العلم وأخذه أيضا. فاطمة الزهراء كانت قدوة للمرأة العابدة، فقد سميت الزهراء زهراء لأنها كانت إذا جلست في محرابها تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض، وما هذا إلا لكثرة انقطاعها وخلوصها لله سبحانه وتعالى. وكذلك عنصر مهم لا ينبغي أن ننساه، إن فاطمة الزهراء تمثل قدوة للإنسان الشيعي ومدى علاقته بإمام زمانه. عندما أوذي علي لم يكن زوجا فحسب، بل هو إمام زمان فاطمة الزهراء، فقد خرج مع أنها مكسورة الظل، مسقطة الجنين، مصابة وكلها أذى، ولكن خرجت تسأل عن علي، وأول ما أفاقت من غشوتها قالت: يا فضة أين علي؟ انظروا كيف كانت تسأل مع جراحها، مع ألمها، مع توجعها، لم يكن همها إلا علي إمام زمانها. لاحظوا يعني في عتب كبير على أنه طرح السيدة الزهراء عليها السلام فوق منابرنا. يطرحون من؟ يطرحون المكسور ضلعها، هذا المسقط جنينها، الملطومة وإلخ. هذا هم كبير فعلا. لكن أنت لما إجي تقرأ
في الروايات، في في كثير من الأحداث الإسلامية، في صدر الإسلام، تقرأ حياة الزهرة عليها السلام، تقول أن هذا كله ما كان موجود، بس هذه الأمور كانت موجودة 40 يوم أو 60 يوم الأخيرة من حياتها السابقة 19 سنة ما كانت موجودة السيدة الزهرة. إحنا لازم نطرح السيدة الزهرة عليها السلام قدر الإمكان كنموذج للمرأة المسلمة، نطرح السيدة الزهرة عليها السلام كنموذج إلى الحياة المسلمة، إلى الأسرة المسلمة، كمعلمة، كأم، كزوجة. هي شنو هو في 19 سنة ما أبدعت فيه؟ في حال أم كونها أم أبدعت، في حال كونها بنت أبدعت، في حال كونها زوجة أبدعت. فيك أنت تعال اقرأ السيدة الزهرة عليها السلام، بالله عليك، يعني هذا بين قوسين. السيدة الزهرة عليها السلام وهي تحتضر تقول لأمير المؤمنين تزوج، فلا بد للرجال من النساء. فحين في عندنا مرة تقول للزوجة تزوج، هذا أمر أبدا ما راح يصير موجود، لا الآن وإن شاء الله كما أتوقع لا مستقبلا. ليش؟ هذا أمر مغيب، احنا ما نبي نقرأ هذا الجو، ما نبي نقرأ هذه القيمة، ما نبي نخلي هذه القيمة موجودة. الأمر مو بس أنه أنت شنه وأنا شنه، الأمر يتعلق بالدين، والدين مقدم على كل الاعتبارات الأخرى. تعالي للسيدة الزهرة عليها السلام بتشوف أنها مرأة مليئة بالإيمان، هذا الإيمان الذي كان يغشى كل من حولها، سواء كان زوج وأب وأبناء وجيران وشيعة وإلى آخره. فنحتاج أن نحن نقرأ السيدة الزهرة عليها السلام. كيف ربت الزهراء عليها السلام ولديها الحسن والحسين عليهما السلام؟ لقد صنعت فاطمة الزهراء عظماء، وما ذاك إلا لأن العظمة تقبع في صدرها. الصاحب بن عباد الشاعر المعروف كان معروفا بسخائه بكرمه، فلما سئل كيف تعلمت الكرم هكذا وكيف تكسبت تلك الصفة، فقال كانت أمي منذ صباي تعطيني في كل يوم درهما أتصدق به. كانت الأم قادرة أن تتصدق بنفسها، ولكن كانت تتصدق بيد ولدها، فصارت سجية راسخة في ولدها. فاطمة الزهراء روحي فداها، كانت تقف لصلاة الليل والحسن ينظر إليها، وكان يسمع دعاءها ويسمع بكاءها ويتأثر من أمه، يرى القدوة مرسومة أمام عينيه، وكان يرى أمه تبكي تتضرع وتدعو لشيعتها وجيرانها، فكان يسألها أمه أفلا دعوتي لنفسك، فكانت تقول بني الجار ثم الدار. تربية من خلال السلوك غرستها فاطمة في نفوس أولادها، فكانت عظيمة فصنعت العظماء. سيدة الزهرة عليها السلام لما كانت في دورها كأم لم تتخلى في هذا الدور عن أبسط الأمور المطلوب أن تقوم بها كأم. هذا الدور لما هي استوعبته، وهذا اللي نحتاجه إلى الأمهات الموجودات الآن، إلى الزوجات الموجودات الآن، إلى المقبلات على الزواج، أنه تستوعب الدور اللي قاعدة راح تعيشه. فكان نتاج ذلك أن هؤلاء العظماء خرجوا 6 و7 سنوات و5 سنوات إلى الإمام الحسين والحسن والسيدة زينب عليها السلام، أعطتهم كل ما يحتاجونه لحياتهم المستقبلية. روح أقرأ حديث الكساء، يأتي الإمام الحسن عليه السلام ويدخل قبل بعد أن دخل الرسول الأعظم وتدثر بالكساء، يدخل الإمام الحسن عليه السلام فيسلم على أمه، السلام عليك يا بنت الرسول الله، السلام عليك يا أمه. شوف رد السيدة الزهرة عليها السلام بأي طريقة، وعليك السلام يا قرة عيني يا فلذة فؤادي، رد فيه عاطفة كبيرة جدا، رد فيه نوع من الحب. أنا أقول يعني أن السيدة الزهراء ما كانت مشغولة، ما كانت تخم البيت، ما كانت تسوي الأكل، يعني المرأة كانت تقوم بكل واجباتها البيتية، لأنها ترى رضا الله سبحانه وتعالى. ف
فكانت تقوم بذلك، هذا ما منعها أنه تعبانة وما شابه كذا أنه ترد رد جميل على ابنها. ويجي الإمام الحسين بنفس الطريقة، وبعد ذلك يأتي زوجها وبنفس الطريقة ترد عليه، تعطيه مقامه، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن العام، يعني ما تتكلم وياه بصورة يحس أنه ناقص قدامها. فبعد ذلك يجتمعون كلهم تحت الكساء، فاطمة هي المحور إلى هؤلاء كامل، هذا قدر فاطمة. وبهذه الطريقة أعطت السيدة فاطمة الزهرة، أو صنعت السيدة الزهرة عليها السلام عظماء الأمة من الأئمة عليهم السلام، الإمام الحسن والحسين والسيدة زينب عليها السلام. ما هو الإطار الشرعي لإبراز مفاتن المرأة؟ حقيقة المرأة أنها تحب أن تبرز مفاتنها، لكن الإسلام طبعا يراعي هذه الحقيقة وجعل إطار إلى إبراز هذا الجمال وإبراز هذه المفاتن، وخلاها هذا الجمال وهذه المفاتن تبرز فقط إلى من لا يحل له ذلك، وهو الزوج. أنت تخيل أخي الحبيب وتخيل أختي الحبيبة أنه واحدة متزوجة شريكة يعني مفاتنها يتشارك فيها جميع الخلق، كل الشعب يشوفونها، كل الشعب يشاركون زوجها في مفاتنها وفي جمالها، هذا شنو بقى إلى الزوج؟ يعني الزوج شنو باقي إليه بعد أنه يشوفه؟ الإسلام خلى راعى هذا الأمر الفطري عند المرأة أن هي تبرز مفاتنها وتبرز جمالها، وتحب أنها أن الجمال اللي موجود عندها ومفاتنها أنه يمدح. لذلك أنت تشوف أن بعض البنات الجميلات وقعوا في شرائك شباب أبداً ما فيه أي مقومات من مقومات الزوج المثالي أو الرجل المثالي، بل بالعكس بعيد عن الله سبحانه وتعالى وحالة حالة مثل إحنا ما نقول. إنزين هذه شلون وقعت في شرائكه؟ لأن لسان حليو جاء إليها قال لها أنتين جميلة، أنتين كذا، أنتين كذا، أنتين كذا، وهي صدقت وهي تدري أن هذا قاعد يكذب عليها، وهذا الكلام قاله إلى 15 واحدة قبلها. الأمر هو أن الإسلام وضع هذا الإطار إلى المرأة، قال لها برزي مفاتنش، بل بالعكس مطلوب من عندك ولكن إلى الزوج، لأنه هو فقط الذي له الأحقية في ذلك. إضافة إلى ذلك لاحظ إحنا في سيرة السيدة الزهراء عليها السلام، البيت اللي عاشت فيه في ظل أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك في ظل زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، نشوف أن البيت هذا مليء بالكلام الجميل. البنت إذا كانت مشبعة بهذا الكلام بعد ذلك، هذا الكلام إذا سمعته من واحد من طرف ثاني ما راح تهتم إليه. إذا كان الأب يعطيها كلام جميل يبين إليه حبه إليها، يعطيها ثقتها بنفسها، يكلمها على أساس أنه جميلة، يعبر لها أنه جميلة، أن أنتين في عيوني بنت جميلة، هذه البنت لما تطلع إلى المجتمع ويجي إليها واحد من هؤلاء بأي ثوب كان ومدح جمالها بدون محلل، هذه البنت ما تلتفت إليه، ما تعطيه وجه، ما تتأثر من كلامه. لكن إذا كان هي ناقصة وغير مشبعة ومو سامعة هذا الكلام من قبل داخل البيت، بل بالعكس تسمع الكلام الجارح، تسمع الكلام اللي يقلل من ثقتها، يقلل من جمالها، سواء من الأب أو سواء من الأخوان أو سواء من الأم أو سواء أو سواء، هذه تنبي واحد يسمع يقول إليها أن أنت جميلة، فتطلع وتبرز مفاتنها، تقرر أني أنا خليني أبرز مفاتني عشان واحد يجي إلي يقول إلي أن أنت جميلة. فالأمر هو هذا، نبدأ في أسرة صحيحة تربي بناتها على الحجاب الصحيح، راح ينتج بعد ذلك مجتمع خالي من المشاكل.